اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك النهارده، بس لما نقول خليها سمك هيكون طبعا معانا النهارده تشكيله من الصيد والرزقه الواسعه. معانا سمكه كبيره وزنها بيعمل تقريبا 7 كيلو وهي سليمه، بننضفها بتخس تقريبا من كيلو الا ربع لكيلو حسب بطن السمكه والمرعى بتاعتها. معانا سمكية كبيرة قشر بياض لطيفة، فصيلة القاروص، فصيلة اللوت، دي مسميات، ولكن أنا ليا هدف في القصة إن أنا عايز أعمل من السمكة الكبيرة دي كذا حاجة، كأنها خروف ضاني، هنطلع طبق شوربة، ممكن نطلع منها كفتة، ممكن نطلع مشوي زيت وليمون، ممكن نعمل منها كبسة، ممكن نعملها برياني، حسب ما إحنا حابين. أنا عايز أعمل النهاردة طبق شوربة السمك، هنشوف نعملها إزاي، وهنعمل منها سمك مشوي بالزبدة والليمون على طريقة الخاصة هتعجب حضراتكم إن شاء الله. معانا شوية قشريات ورخويات وجندفلي، جمبري، كابوريا، كاليماري، هعمل طبق رز بالسي فود، أكيد هيكون له طعم تاني. التركية اللطيفة بتاعت الشيف المغازي، هنشوف نعمل إزاي الرز المصري بالسي فود. يتعمل بسماتي يا شيف يتعمل، بس لما يتعمل رز مصري هيكون بالتأكيد أحلى لأنه غني بالنشويات ويبقى لطيف وجميل. تعالوا مع بعض نعمل طبق رز بالسي فود. مقاديره على الشاشة. إزاي أعمل طبق رز بالسي فود؟ المقادير على الشاشة. قشريات ورخويات. المقادير بتقول ايه؟ كابوريا، جندفلي او سبيط او كاليماري، والجمبري القشر بتاعنا، والقشريات اتغسلت وهي سليمه قشرناها ما نغسلهاش، ده المفروض. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. طاسه شديده الحراره. حلو قوي. نحط في الطاسة دي شوية زيت مع مكعبين من الزبدة. الله، السمك بيستوي معانا والرز بيطلع كمان. الله أكبر، بص الله يا نعمة. حلو قوي. مقادير على الشاشة. هنعمل ازاي رز بالسي فود؟ الرز يستوي يا شيف، السي فود يستوي الأول يا شيف، هنشوف التفاصيل دلوقتي مع بعض. بص الله يا على النار، تتحمر بمكعب من الزبدة وقليل من الزيت، فص ثوم حلو، يا أستاذ عبد الحميد. صباح الفل يا باشا. يا صباح الفل يا غالي، ربنا يحسن ما بين يديك يا ريس. آمين يا رب العالمين يا محترم، ربنا يخليك. أمرني. حبيت بس حبيت أشكرك على اللي بتعمله. روح الله يبارك لك يا غالي حبيب قلبي. ممكن أعمل إهداء لوالدتي بس الحاجة فاطمة. ربنا يخليها لك الحاجه فاطمه، تاج راسنا. ربنا يخليك يا غالي حبيبي، ربنا يصلح حالك. امين يا رب. امرني. حبيب قلبي. كابوريا. الله، يلا كمان. كفر بتاع الكابوريا، بسم الله ما شاء الله، دي موسم الكابوريا اللي هي مليان. شفت البطروخ اللي جوه الكابوريا واللحمه. حلو. كاليماري، كل ده طبق رز بالسي فود بيتكلم مصري. ناخد الجندفلي. هو ده. نخلي السي فود ده كده ياخد الغلوه التمام. حلو، بالكرفس كده. ونستلف من الجيران شويه شوربه. مين الجيران دول يا شيف؟ حد يقول لي مين الجيران؟ الحلة الجميلة اللي جنبي اللي فيها راس السمكة وديل السمكة وبوكيه جرنيه. خلي بالك. دي أحسن جار. بناخد منها شوية شوربة. التقليبة الحلوة. ده السي فود بتاعي. الله. قشريات ورخويات. أنا عاشق للرز اللي بيخش ما بين كفر الكابوريا وما بين كفر الجندفلي. ما بين راس السمكة، ما بين ديل الجمبرياية، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ شايف اللون ده كده؟ الحلاوة دي، حلاوة دي يا فاروق، الله يسعد قلبك. حلوة. بناخد من الشوربة الحلوة دي كده. الله، خلي بالك.
شفت الجو؟ اه بس خلاص. واسيب دول ياخدوا غلوه. ركزي بس عشان الموضوع هنا مهم جدا. نقف محطه هنا نسميها محطه الابداع. دي مرحله اولى لطبق شوربه سي فود. لو عايزه تعملي شوربه سي فود مرحله اولى بالشكل ده كده، بتاخد حليب وكريمه تبقى عملت شوربه سي فود. هنخلي السي فود ده على النار كده لغايه لما لونه يتغير معايا. كفر الكابوريا ياخد اللون البرتقاني زي ما حضراتكم شايفين، والجمبري ياخد لونه البرتقاني واخد طعم السي فود. اه امتى الرز ينزل؟ في وقته. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عايزين نشوف ازاي نعمل طبق رز بالسي فود او شوربه السي فود. وانا ما رضيتش بالامانه في الفاصل، مخرجنا بيقول الوقت مش هيكفي، ولكن ان شاء الله باذن الله تعالى انت لما تكوني واثقه من نفسك في المطبخ لازم تكوني انت حريصه على انك انت تطلعي الحاجه مظبوطه. عايز اقول ايه هنا؟ ان السي فود هنا لغايه دلوقتي ده شوربه، ان انا احط كريمه لباني وشوي وازود شويه الشوربه بتوعي وشويه الميه بقى شوربه سي فود زي الفل. اعمل طاجن سي فود، ميكس سي فود، هنا برضو محطه. انا عايز اوصل المعلومه دي كده. تعالوا مع بعض، احنا عايزين نعمل رز بالسي فود كده جاهز. هو نقلبه تقليبه قبل ما نحط الرز بتاعنا. اه نبص كده، اه ايه الحلاوه دي؟ اه اه خد اللون البرتقاني، القشريات بشخصيتها، الجندفلي، كفر الكابوريا، الكاليماري. مش لازم احط فليه، ما انا عندي سمك زبده وليمون، لسه عامل له صلصه الزبده دلوقتي. اه ناخد الرز بتاعنا نسقطه هنا. اه الله الله. اه ده مش عايز غير 10 دقايق يكون استوى الرز. اهم حاجه يتغسل مره واثنين وثلاثه وبعد كده نخليه على جنب. اه التقليبه دي كده. اه الله عليك يا شيف، الله عليك. الرز هيستوي احنا مع بعض. اهم حاجه في موضوع الرز انك تغسليه مره واثنين وثلاثه وتسيبيه فتره على جنب، وهو تسيبي فيه ميه، هتلاقي الرز ده عجن في قلب السي فود. خلي بالك، شفت الجو ده كده؟ ظابط التوابل يا شيف. حلو قوي. للامانه هحط شويه خضره من البقدونس، شويه الشبت الحلوين، واظبط عيار الميه بتاعي ده الطبيعي. وعايز اعمل صوص الزبده دلوقتي بتاعنا للسمكه. دول شويه شبت، طاس على النار زي دي كده، تعالي يا حلوه. ونزود الرز بتاعنا بالشوربه. فاكرين الشوربه دي؟ اهي اهي اهي، هو ده هو ده. اه اللهم صل على النبي. اه واسيبها على النار وهزها هزه كده. اه اللهم صل على النبي. تنزلي بالمعلقه بقى، يطلع لك الجمبري ماشي، يطلع لك الجندفلي ماشي، يطلع لك كابوريا ماشي، يطلع لك كاليماري ماشي، زي ما انت حابه. ما يتقلبش، ده يتغطى ويتساب على جنب. اه اللهم صل على النبي. اقفل يا غالي. اه فين الرز؟ فين الميه؟ اه شفت الجمل ده كده؟ شفت الكابوريا؟ شفت الالوان دي؟ اه الالوان دي، الالوان دي. لا اله الا الله. اه 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 بيقولوا الشيف سريع. ما انا معايا اساتذه التصوير فرسان التلفزيون المصري، اخواتي وحبايبي. اه هم سر النجاح. اه شفتوا الحلاوه؟ شفتوا الكابوريا؟ شفتوا الجمبري؟ كل ده. واقلب الرز كده بعد ميته ما تنشف واسيبه على جنب. الله السوق يا عم الشيف. ده يستاهل فين؟ هنا. طبق رز بالسي فود فيه القشريات فيه الرخويات، خد وقته في السوى زي الفل. ده مهم جدا. نبص عليه كده حبايبي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شوف الشيف هيعمل ايه هنا بقى؟ التركايه دي كده اهو، وانت معايا؟ وانت معايا بالله عليك، دي مهمه جدا، وانت معايا اهو. يا ويلي هو ده بس خلاص. نغرف الرز بتاعنا الجميل الحلو. الله. ألف هنا وشفا. ألف هنا وشفا. اه. كابوريا؟ تلاقي
جمبري تلاقي، جندفلي تلاقي، شريات تلاقي. حلقتنا النهارده فيها شويه شغل، فيها تفاصيل مع حضراتكم، ما سبتش حاجه الا ما اتكلمت عنها، من اول ما اصطادنا السمكه الحلوه وربنا كرمنا لغايه لما خدناها وفصصناها من الراس للديل، عملنا طبق شوربه جامد جدا، عملنا سمك مشوي بالزبده والليمون وشفنا الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض، عملنا طبق رز والسمكه كمان شاركت في طعم الطبق الرز بالشوربه بتاعتها. يعني نقول مع بعض كده مطبخنا حتى لو كان سمك بالتاكيد في رؤيه، في فن، في ابداع. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ الله اكبر، طبعا اكيد شور بكل لغات العالم من ماس بيرو.